In the name of God, the compassionate. بسم الله الرحمن الرحيم. Madam President. سيدة الرئيسة. As we informed in our letter last night. كما أعلمناكم في رسالتنا بالأمس ردا على armed attack on 1st April. تكرار الاعتداءات العسكرية للنظام الإسرائيلي لا سيما اعتداء العسكري في الأول من أبريل نيسان الجاري بحق المقارة الدبلوماسية الإيرانية وفي ما يشكل انتهاك الأحكام المادة الثانية رابعا من ميثاق الأمم المتحدة. شنت القوات المسلحة لجمهورية إيران الإسلامية سلسلة من الضربات العسكرية على أهداف عسكرية إسرائيلية مستخدمة عشرات الصواريخ والمسيرات. وتأتي هذه العملية في سياق ممارسة حق إيران الأصيل في الدفاع عن النفس الذي هو مقر في ميثاق الأمم المتحدة ويعترف بالقانون الدولي، وكذلك كان ذلك الإجراء ضروريا ومتناسبا وكان دقيقا واستهدف أهدافا عسكرية وحسب، وتم تنفيذه بحذر وعناية من أجل الحد من أي احتمالات للتصعيد والحلول دون إلحاق الضرب المدني. سيد الرئيس، نتوجه بالشكر لأعضاء المجلس الذين أدانوا الاعتداء الإسرائيلي المسلح على مقر الدبلوماسي في سوريا، ولكن كل أسف في هذه القاعة ثمة أعضاء من هذا المجلس، وعني هنا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، قد قررت أن تشيح ببصرها جانبا متجاهلة الواقع وتغفل الأسباب الجذرية المساهمة في الوضع الراهن وفي سلوك ينم عن النفاق، فإن هذه البلدان الثلاثة تلوم بغير وجه حق وتتهم إيران دون أن تلقي بالا لأوجه قصورها هي وتقاعسها عن احترام التزاماتها الدولية بصون السلم والأمن في المنطقة. وكذلك هذه كلها كانت عبارة عن محاولات غير ناجحة للي النص والتلاعب بالسردية ونشر المعلومات المضللة، وفيما يشكل انتهاكا للمبدأ الأساسي للأحكام القانون الدولي، ألا وهو هذا المبدأ الذي عنيته، عدم جواز انتهاك المقار الدبلوماسية وللممثل الدبلوماسيين، وهم تجاهلوا الأسباب الجذرية للوضع الراهن في المنطقة وعلى مدار أكثر من 6 أشهر. فإن هذه البلدان وتحديدا الولايات المتحدة قد حمت إسرائيل وحالت دون تحميل المسؤولية على المذبحة المرتكبة في غزة، وكذلك وهم ينكرون على إيران حق الأصيل في الدفاع عن النفس في وجه الهجمات الإسرائيلية التي شنتها على مقر الدبلوماسي في الوقت نفسه، وهم دون أي أدنى خجل يبرر المذبحة الإسرائيلية والإبادة الجماعية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل بذريعة الدفاع عن النفس. السيدة الرئيسة، وبعد قيام النظام الإسرائيلي بشن هجومه الإرهابي المسلح الجبان على مقار دبلوماسية في دمشق في الجمهورية العربية السورية في الأول من أبريل نيسان الجاري، قمنا بإخطار مجلس الأمن التابع للمتحدة وأمينه العام بمثل هذه الأفعال المخالفة لحكم القانون الدولي والتي تشكل، وأن ركزنا على حق إيران الأصيل بموجب حكم القانون الدولي للرد على مثل هذه الهجمات الإرهابية المسلحة. كذلك أيضا وفي اتصال هاتفي معنا الأمين العام أجري في 2 أبريل نيسان الجاري، ناقش وزير الخارجية الإيراني الأوضاع ودعا إلى ضرورة اتخاذ الإجراء المناسب بالنسبة لهذه الجريمة المروعة، وكذلك أيضا نهيب بمجلس الأمن أن يدين وبشد العبارات هذا العمل الإرهابي والإجرامي غير المبرر، وأن يتخذ إجراء حاسما ويطبق التدابير المناسبة من أجل محاسبة الجناة وبأسرع وقت ممكن وبما يحول دون تكرار مثل
مثل هذه الجرائم المروعة. للأسف أخفق مجلس الأمن في الاطلاع بمهام واجبه في صون السلم الدوليين، وكذلك أيضا اقترحت روسيا إصدار بيان صحفي لتدين فيه هذا العمل المروع، وساندته كل من الصين والجزائر والكثير من أعضاء الآخرين، لكن حالة الولايات المتحدة المملكة المتحدة الفرنسية غمريرة، وفي ظل هذه الظروف لم يبقى لدى إيران خيار سوى أن تمارس حقها الأصيل في الدفاع عن نفسها موجب أحكام القانون الدولي. إن الأسباب الجذرية للوضع الراهن هي واضحة للجميع، فمنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في غزة قتل أكثر من 34,000 مدني، ثلثاهم من الأطفال والنساء، وكذلك تم استهداف الأعيان المدنية التي دمرتها إسرائيل، وحتى طواقم الكوادر الإغاثية والإنسانية لم تكن بمنأى أو بحصانة عن الهجمات العسكرية لهذا النظام الوحشي القاسي. وكذلك فإن غياب المساءلة وكذلك عدم تحريك المجلس ساكنا إزاء الإبادة الجماعية وجرائم الحرب ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني فأدى إلى زيادة جرأة هذا النظام على استمرار في انتهاكاته. وإن الولايات المتحدة وحلفاء قد عطلوا في مجلس الأمن اتخاذ أي إجراء على مدار أكثر من 6 أشهر، فهم لا يكتفوا بتفادي إدانة إسرائيل على ارتكاب هذا الفضاء المروعة، بل يحاول التغطية عليها. وكذلك أن أولويتهم الوحيدة هي الدفاع عن إسرائيل، بل هي ركزت عوضا عن ذلك على الارتكاب على المزيد من الجرائم المروعة. سيدة الرئيسة، إن هذا النظام المارق قد ارتكب الكثير من الجرائم المروعة بحق شعبنا، وهذا النظام قد اعترف بشكل علني وبشكل صارخ مسؤوليته عن العمليات الإرهابية المدمرة التي شنها بحق المسؤولين الإيرانيين وعلماء الإيرانيين ومدنيين، وخرب أيضا البنية التحتية النووية السلمية في السنوات القليلة الماضية. وكذلك فإن النظام الإسرائيلي قد أيضا أصدر تهديدات صريحة باحتمال استخدام أسلحة نووية بحق دولة عضو ذات سيادة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وبالتالي لا بد أن نتحمل النتائج على ذلك. وكذلك فإن إيران قد حذرت غير مرة ومرارا وتكرارا من تداعيات هذه الأنشطة الشريرة لهذا النظام على السلم والأمن الدوليين والإقليميين، ولطالما مارسنا أقصى درجات ضبط النفس، ولكن هذا النظام لا يجوز له أن يفلت من المحاسبة والمساءلة، وإن استمرار إسرائيل في الاتيان بإجراءات لا تتحلى بالمسؤولية وتزعزع الاستقرار وارتكاب فظائع بحق الشعوب في المنطقة يشكل تهديدا فعليا للسلم والأمن الدوليين وفي المنطقة. وعلى أعضاء مجلس الأمن أن لا يسمحوا لهذا الجهاز والهيئة المهيبة أعني مجلس الأمن أن يصبح رهينا في لطموحات هذا النظام المعتدي، وحان الوقت كي ينهض مجلس الأمن بمسؤوليته وأن يتصدى للتهديد الحقيقي الذي يتربص بالسلم والأمن الدوليين. وعلى مجلس الأمن أن يسارع على النهوض بواجباته المنصوص عليه بموجب أحكام الفصل 7 من ميثاق المتحدة، وكذلك لإيقاع تدابير عقابية بخصوصها لإجبار هذا النظام عن التوقف عن الإبادة الجماعية والمذبحة التي ارتكب بحق الشعب في غزة، وكذلك أن يحترم التزاماتها، وكذلك تنفيذ كامل مقتضيات ومفاعيل القرارات الصادرة مجلس الأمن، وكذلك أيضا الأوامر الملزمة قانون الصادرة محكمة العدل الدولية، وكذلك أيضا وبصفتها من الدول الأعضاء المتحلية بالمسؤولية في الأمم المتحدة، فإن إيران ملتزمة بأغراض ومقاصد وأهداف ميثاق الأمم المتحدة،
ولا تسعى إلى زيادة التصعيد ولا زيادة رقعة التوتر في المنطقة، بل على النقيض من المزاعم التي لا أساس لها. ليس لدينا وكلاء في المنطقة وليس لدينا مجموعات أو بلدان تتصرف بالنيابة عنا، وإن محاولة وسم جماعات المقاومة على أنها وكلاء أو إرهاب هو فقط لتبرير وشرعنة أنشطتها المزعزعة لاستقرار المنطقة. إن جماعات المقاومة ليسوا وكلاء أو إرهابيين، بل لديهم مطالب مشروعة يقاتلون ضد الاحتلال والاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية المحتلة والتواجد الأمريكي في المنطقة، وإن القانون الدولي يعترف بمثل هذه الحقوق المشروعة ضد أي احتلال. ولكن عوضا عن ذلك، الولايات المتحدة هي المسؤولة عن عقود طويلة من الجرائم والإجراءات غير القانونية في المنطقة، وكذلك الولايات المتحدة مسؤولة عن جرائم النظام الإسرائيلي، لأنها لا تحاسبها على مثل هذه الجرائم الوحشية المرتكبة في غزة، وتقدم أيضا الدعم العسكري والمالي لها وبالتعاون مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. ونحن نرفض المزاعم التي تفوه بها النظام الإسرائيلي في هذا الاجتماع، لأن مثل هذه المزاعم لا أساس لها وبالتالي لا تستدعي أن نرد عليها أيضا. وأكرر بصفتنا من الدول المتحلة بالمسؤولية من أعضاء الأمم المتحدة، نحن ملتزمون بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ونعاود التأكيد على التزامنا مجددا بصون السلم والأمن الدوليين، وكما تعاود جمهورية إيران الإسلامية التأكيد على موقفها الراسخ والثابت بأنها لا تسعى إلى زيادة التصعيد أو شن حرب في المنطقة، وإذ نحذر من أي استفزازات عسكرية إضافية من لدن النظام الإسرائيلي. فبالتالي نعاود التأكيد على عزيمتنا وإصرارنا الراسخين للدفاع عن شعبنا وأمننا القومي ومصالحنا القومية وسيادتنا وسلامة أراضينا ضد أي تهديد أو أي عدوان، والرد على مثل هذا التهديدات والاعتداءات بشكل حازم واتساقا مع أحكام القانون الدولي. ولن تتردد جمهورية إيران الإسلامية في ممارسة هذا الحق حسب الاقتضاء. ليست لدينا نية سيدة الرئيسة في الانخراط في نزاع مع الولايات المتحدة في المنطقة، فلقد برهن على التزامنا بالسلم من خلال ممارسة ضبط النفس إزاء ضلوع الجيش الأمريكي في اعتراض المسيرات والصواريخ الإيرانية المتجهة نحو أهدافها العسكرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وهذا يؤكد على تفانينا وتكريسنا لجهود خفض التصعيد وتفادي توسيع رقعة النزاع. ولكن إذا ما أطلقت الولايات المتحدة عمليات عسكرية ضد إيران أو مواطنيها أو أمنها ومصالحها، فإن إيران سوف تستخدم حقها الأصيل في الرد بشكل متناسب. وشكرا سيدتي الرئيس.